تخيلوا معي يا جماعة الخير، من أول الشارع هذا لآخر الشارع درجة الحرارة في قطر الحين ممكن 45 درجة، لكن في الشارع هذا واللي هو يعتبر أول شارع في العالم، مش في قطر بس، يعني في العالم كامل، شارع مكيف. شوف إذا ما بعرفوا تسمعوا حس المكيفات، هذا مكيفات على كامل الطريق ما شاء الله، وهذا ما يجعل الشارع هذا رغم درجة الحرارة مرة أخرى في دورة قطر 45 درجة، لكن درجة الحرارة في الشارع هذا بالتحديد ممكن 23 درجة ما شاء الله. يعني شوفوا حتى الناس تجلس في الشارع برا عادي وما في مشكلة، لأنه درجة الحرارة هون ممكن في حدود 22 أو 23 درجة. والله برودة ناعمة. وهذا الاستيكرات اللي موجودة على الأرض، الرجاء الحفاظ على مسافة 2 متر، هذا هو التباعد الاجتماعي. ورب الكعبة يا حبابي، لما تكون تتجول في المدينة هذه أو منطقة كثارة مستحيل تقول أنك في دولة قطر. يعني هذا ممكن يكون بلد أوروبي، طابع الأوروبي القديم. شوفوا كيف، واو، بصراحة يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم شيء خرافي. شوف هذا هم المكيفات على الأرض، والله شيء خرافي. شوف على كامل الطريق في المكيفات موجودة، شوف هذم كلهم مكيفات في الأرض. هذا شارع أقسم بالله حاليا ما بتشعر ولا درجة حرارة أبدا، لأنه درجة الحرارة فيه 22 درجة بالتحديد. واو ما شاء الله، والله شيء خرافي. يعني أوكي، يعني الفلوس تقدر تسوي بها أشياء كثيرة.